هيا هيا قطوا من جديد هيا 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 طول النصر نريد فالشدة تصنع الأبطال مع العزم لا محال هيا هيا قطوا من جديد هيا طول النصر نريد إن فزنا طلبنا المزيد إن خسرنا الكرة نعيد هيا 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 اللاعبين هنا يا أستاذ لا داعي للتأجيل يا سيدي نرجوك 30 ثانية ماذا تنتظر؟ هل هو لاعب سينضم إلينا؟ ها قد وصل مستحيل تحطم الجدار الفولاذي إنه سد ماذا يحدث هنا؟ سد أجل سد نفسه قائد فريق النجوم في الملعب لم نفهم شيئاً بعد هل يسمح بهذا الأمر؟ لحظة واحدة إذا سمحتم كتاب قانون البطولة المادة 64 الفقرة الثانية إذا قدم اللاعب أوراقه المطلوبة قبل موعد انطلاق المباراة يمكنه اللعب مع فريق آخر في مباراته التالية هذا يعني أن اللاعب سيد قد اعتزل اللعب مع فريق النجوم الآن عرفت ما هو السبب علمت أنهم لن يتغلبوا علينا من غير سد ولكن انضمامه لن يغير النتيجة يجب أن أبقى في البطولة لن أغادر قبل الفوز على العواصف تبقى كما عرفتك دائما يا سد لاعب شجاع وموهوب ولا تستسلم لليأس أبدا أي مفاجأة هذه؟ بدأت أشعر بقوة كبيرة وأنا مثلك يا صديقي فانضمام سد إلينا زاد من شعورنا بالحماسة أجل الفوز لنا شادي لن تلعب اليوم سيأخذ سد مكانك لماذا؟ أنا خاصة شادي شادي كن مستعدا دائما قد نحتاج إليك في أي لحظة هل فهمت؟ فهمت أعزائي الحضور أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في المباراة الأولى من مباريات ثانية مراحل كبرى البطولات المحلية بعد لحظات قليلة يبدأ اللقاء الذي يجمع النسور وأبناء الجبل لقد بدأت أولى المفاجآت قبل صفارة البداية إذ شاهدنا اللاعب سيد بين صفوف فريق النسور هيا تقدموا يا شباب مروان ضعيفة هذه لي تمريرة إلى مروان لكنها قصيرة ما بك يا سيف ما هذه التمريرة لا بأس يا شباب لا نزال في البداية لم ننتظر هذه البداية يبدو أن تدريبات الأمس قد أرهقت فريقنا كثيرا شاهر أتظنني الرجل الحديدي كرتك عالية جدا دورك يا زين ما بكم يا نسور تمريراتكم غير صحيحة إن أبناء الجبل يشرون هجوما نحو مرماكم دعوه لي خدعه الطيب هاني قافي انتهى الخطر لا بأس لا مشكلة يا بني الصحة هي الأهم سيد ظاهر الشوط الثاني أهم أما الشوط الأول فعليك الاعتماد فيه على قوة عامر وبقية اللاعبين هكذا إذن 10 دقائق تكفيني
لا يزالون يعانون المشكلة نفسها. حسن! حسن! هيا! ما هذه الحركة العجيبة؟ يستخدمون الكرة وكأنها دراجة نارية. هذه هي سرعتكم يا نسور؟ الانزلاق الحاسم! احذروا! الصخرة الدفاعية! لا! شهر احذر! لا استطيع صدها! الركلة المنوهجة! يحرزه أبناء الجبل، رسالة قاسية يوجهها هؤلاء اللاعبون إلى واحدة من أقوى الفرقاء في البطولة. النتيجة مهمة ولكن الصحة أهم. لا بأس أبدا يا شباب، التعويض ممكن ولا نزال في البداية. الآن حان الوقت لتدخلي. شاهر، تراجع خطوتين عن مكانك المعتاد. وأنت يا حسان، تقدم 3 خطوات قبل أن تمرر إلى زين، وخطوتين إن أردت التمرير إلى مروان. نفذ كلامي بدقة. لا تنسوا اللعب الجماعي يا شباب، علينا أن نعود. شاهر، لماذا تراجعت؟ عد إلى مكانك. لا أستطيع، أمرني سيد بذلك. سيد؟ لست وحدي، لقد غير مواقع بعض اللاعبين أيضاً. ها؟ أوامر سيد؟ لا بأس أن نجرب لنرى نتائج خطة ذاك اللاعب العبقري. هجوم آخر لأبناء الجبل. الحذر! لا علي. 3 خطوات إلى الأمام، مرر لشاكر. طيب، وهذه الخطوة الثالثة. الآن! انتظر قليلاً! الآن! هيا! صارت تمريرات النسور أكثر دقة! أحسنتم يا نسور! تابع التقدم يا حسان! الآن! مرّاً لمروان! إنه أمامي! توقيت جيد! التنين! الساحر! نجاح مميز لحارس أبناء الجبل في أول اختبار له. لم يكن هذا الاختبار صعباً. لم يحرز النسور هدف التعادل، ولكنهم أظهروا تحسناً واضحاً في اللعب. كنت رائعاً يا سيد، أنت أفضل صانع ألعاب عرفته في كل حياتي. لا علاقة لصنع الألعاب بما فعلت. ماذا تقصد؟ لاحظت أنكم لا تستطيعون تقدير قواكم الخاصة، كما لاحظت أن قوة أجسادكم زادت عن ما كانت عليه عندما لعبنا معكم من قبل. كل ما هنالك أنكم في حاجة إلى السيطرة على قوتكم الزائدة حتى تحسنوا استثمارها. إذن لذلك لم تكن تمريراتنا متقنة. كنتم في حاجة إلى تغيير أماكنكم، لهذا السبب استدعيت اللاعب سيد. إن كلامك صحيح، أنت أكثر من لاعب رائع يا سيد، صدقني. توجيهك للاعبي الفريق أعطى نتائج مذهلة. أنت أفضل من أفضل من أفضل لاعب في البلاد كلها. منصور، أرهم ما لديك. عليك ب5 خطوات ثم مرر الكرة نحو حسان. زادت ثقة لاعبي النسور بأنفسهم كثيرا. تمريرة لا مثيل لها. لن يفوزوا على فريقنا حتى لو تحسنت تمريراتهم. أبناء العاصمة لا يعلمون من نحن. لا فائدة، أنت محاصر، أنت محاصر. محاصرة المنافس محاصرة أهمية، تصبح المثلث. هذا هو أسطو أبناء الجبل. احذر منهم يا حسان. التنين! أحسنت! الدفاع الفولاذي!
مستحيل. الدفاع لدى أبناء الجبل اسم على مسمى الجدار الفولاذي. لم تروا شيئا بعد. وبذلك يعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول. هدف لمصلحة أبناء الجبل ولا شيء للنصور. الدفاع الفولاذي مستحيل. يا شباب، لم تنتهي المباراة. هدف أبناء الجبل لا يعني خسارتنا. اطمئنوا، نستطيع الفوز. سنعتمد الآن على الهجوم الفردي. ماذا تقول يا سيد؟ خطة دفاعهم صلبة جدا، ولكن فيها نقطة ضعف. نقطة ضعف؟ نعم، الجدار الفولاذي خطة ينفذها ثلاثة لاعبين. مروان، تظاهر بأنك تهاجم وحاول إبعاد المدافع الأول عن الثاني قدر المستطاع، وبذلك لن يتمكنوا من تنفيذ خطتهم الدفاعية. إذن هناك حل. انتظر لحظة، هل من الإنصاف أن تستبعد زين عن خطتك هذه؟ إنه قلب الهجوم في فريقنا. نعتمد على تعاون جميع اللاعبين. مروان قد لا يفعل شيئا وحده. صحيح. كلامك هذا صحيح. تسرعت يا سيف. ماذا؟ اسمعوني، نحن نشارك الآن في بطولة استقطبت خيرة اللاعبين في البلاد كلها، وأنتم تحتلون مكانة مميزة بين الفرقاء المشاركة. دعوا العواطف جانبا وفكروا تفكيرا جديا في الفوز. لكل مباراة معطيات مختلفة. أعتمد عليك. زين، فلنجرب الخطة. لنجرب. وقد عدنا إليكم مرة ثانية. هدف لمصلحة أبناء الجبل، لكن هل سيحافظون على هذا التقدم؟ علينا إحراز هدف التعادل بسرعة. سجل له التمريرة، وهذا هو مروان يتقدم بسرعة. أسرع بوصولها إليك. الفخ. بصوت الرعد، يبدو أن النصور وصلت إلى الحل الصحيح. رائعة. صدها، صد الجدار الفولاذي الكرة. ظننتها هدف. كيف عاد إلى مكانه؟ إنه سريع جدا. سريع. منصور، زين. لن أدعك تمر. كيف نخترق ذلك الجدار؟ عامر، أسلان، أهل الكرة إلى عامر. هلا هلا. الرعد الأول. في العارضة، لا بأس بكم. أحسنتم يا أبناء الجبل، لا يزال جداركم الفولاذي صامدا، ولا تزال النتيجة لمصلحتكم. توقعت ذلك، لا نتيجة تذكر حتى الآن. أخشى أن تبقى النتيجة على حالها. يا شباب، ماذا أصابكم؟ ما هذا اليأس؟ لا تقولوا لي إنكم استسلمتم لهذه النتيجة. لم ينتهي زمن المباراة بعد. إن وضعكم لا يعجبني مطلقاً. شاكر، يا زين، منصور. لكن جدارهم الدفاعي صلب كالفولاذ. نحتاج إلى خطة مختلفة، مختلفة تماماً. إن الحل بين أيديكم. ليس الحل في ركلة الرعد، والمشكلة ليست في قوة تسديدة طائر اللهب البركاني. تكمن المشكلة في شدة حماستكم. فترت حماستكم فبدأتم بالاستسلام للنتيجة. كلامك صحيح. أجل صحيح. هل تذكرون لقاءنا الأول أمام فريق النجوم، ومباراتنا أمام البراعم، وأمام فريق المشاعل، ثم مباراة الوحدة؟ كنا متحمسين جداً، وبعد ذلك لقاء الصقور. لم نكن لنحقق الفوز لولا حماستنا يا شباب. أنا لا أستسلم، ولن أسمح لليأس بأن يسيطر علي. تبدأ نهاية اللعب عندما يشعر باليأس.
يجب أن نتابع اللعبة ونحن لا نفكر إلا في الفوز على المنافس. هذا هو الحل الوحيد يا فريق النسور. من الذي يوافقني على هذا؟ كلنا موافقون يا عامر. عامر! نحن معك. كلنا معك. عامر! نحن معك. معك. إلى النهاية. يستحق أن تقف معه وتدعمه. إذن هذا هو السبب. هنا تكمن قوة النسور. يجتمعون على كلمة واحدة بصوت واحد. يا شباب، عاش النسور! عاش! حتى حارس النسور ترك مرماه ليشارك في آخر هجمة لفريقه. لن تمر. بقي دقيقتان، لا يزال فريق النسور يهاجم. لن نخذلك يا عامر، لن نخذلك ابدا. لا فائدة، انت محاصر، انت محاصر. لا فائدة، انت محاصر، انت محاصر. لا فائدة، انت محاصر، انت محاصر. وأخيرا تمكن النسور من اختراق الجدار الفولاذي. هدف التعادل. نعم، عادت المباراة إلى نقطة البداية مرة ثانية. لقد حطموا الجدار الفولاذي بركلة ثلاثية. عندي اسم للركلة، إنها اختراق الرعد. أحسنتم يا شباب. قلت الصحة أهم. لنحرز هدف الفوز يا شباب. التنين الساحر. هدف؟ صدقوا يا شباب، هدف الفوز من نصيب فريق النسور في الثانية الأخيرة من المباراة. عامر، فزنا. قل لي إن هذا ليس حلما. قل لي يا عامر. لا، ليس حلما. إلى أين تأخذني؟ عامر؟ توقعت أن أجدك هنا. هذا أنت سيد وزين أيضا؟ عامر، هل تمارس هذا التدريب دائما؟ أجل، من واجب حارس المرمى أن يتدرب تدريبا قاسيا. قد نواجه فرقاء أقوى من فريق أبناء الجبل، لذا علي اكتساب مزيد من القوة. أنصحك أن تكون أكثر حذرا. هذا التدريب القاسي قد يعرضك للإصابة. لا تخف يا صديقي، فأنا معتاد على القسوة. معتاد؟ إن حلمي أن أصير أقوى حراس البلاد مثل جدي تماماً. أفهم من كلامك أن جدك مهران كان يدربك في هذا المكان؟ لن أنسى ظهورك اليوم. الدهشة عقدت لساني عندما شاهدتك في الملعب. من كان يصدق أن أعند منافسين سينضم إلينا؟ ربما كان علي إخبارك، أرجو المعذرة. ولكنني فرحت كثيراً. لطالما حلمت بما حدث، ولطالما تمنيت أن تكون واحداً بين أبناء فريق النسور. قد أكون أنا أكثر من يقدر مهاراتك. أنا حارس مرمى وأعرف تماماً مقدار قوة ركلاتك، وأنت أيضاً أحسن صانع ألعاب عرفته. هناك شيء آخر غير المهارة والقوة. ها؟ أجل، لقد لفت نظري إلى أمر مهم.
غيرت أسلوب تفكيري بعد أن عرفتك جيداً عن قرب. لقد أقنعتني بأن هناك طريقة لعب أخرى غير التي عرفتها. طريقة أخرى؟ أجل، طريقة مختلفة، لكنني لم أتقنها بعد. عامر، أنا واثق بأنني سأصل إليها. شعرت بهذا عندما شاركتكم في اللعب. يشرفني أن أكون واحداً من لاعبي فريق النسور. سيد، ونحن سعداء بانضمامك إلينا. شكراً، شكراً لكم. ترى من يكون؟ نعم أنا كوثر. مستحيل، مجد. ماذا نفهم من المكالمة التي تلقتها كوثر؟ ألم يقول إن ذلك اللاعب قد رحل بسبب حادث سير؟ إذن ما الحقيقة؟ يبدو أننا على موعد مع مزيد من التشويق والمفاجآت. ابقوا معنا لتعرفوا كل شيء عن لغز ذلك الاتصال الغريب. إلى اللقاء. هيا هيا قفوا من جديد، هيا كل النصر نريد. بددوا فيوم التشاؤم، شدوا أواصر التلاحم، امسحوا دموع الخسارة، فالنصر لصاحب الجدارة. لنحيل اليأس طموح، والتردد غير مسموح، فالشدة تصنع الأبطال.